ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني والإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان اسم الله الولي، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع أئمتها الالتزام بموضوع الخطبة والمدة المحددة. النهاردة بيستعد مهرجان العالمين الجديدة لإقامة حفل مسار إجباري والمطرب الشعبي رضا البحراوي في تمام الساعة 9 بالليل في العالمين أرينا، بالإضافة لحفلات الفرق الشعبية الساعة 7 مساء على كورنيش العالمين، وفاشن شو بيقام الساعة 8 مساء. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع المباراة الافتتاحية للدوري والجولة الأولى اللي هتجمع بين مانشستر سيتي وبيرنلي في تمام الساعة 10 ليلاً. النهاردة العشاء الدوري الأسباني موعدهم مع مباراتين في الجولة الأولى والافتتاحية، يلتقي ألميريا مع رايو فاليكانو الساعة 8:30 بالليل، والساعة 11 بالليل هيلتقي فالنسيا مع إشبيلية.